يقولون إن من أمن العقوبة أساء الأدب. تصلح هذه القاعدة بكل تأكيد في تجسيد معنى التجاوز في حق الآخرين، لكن ماذا لو تجاوز هذا التجاوز إساءة الأدب؟ ماذا لو أمن المسيء عقاب قومه أو رؤسائه على قهر الضعفاء، قهر الكرام، بل وإزهاق أرواحهم؟ يحدث هذا في مصر، حدث ليلة في منشأة الكرام في مركز شبين القناطر، كما حدث مع سائق توك توك في أسوان قبل أسبوع واحد فقط. حدث ويحدث وسيحدث دائما، طالما أمن ضباط النظام حماة الوطن عقوبة التجاوز في حقوق الناس، في حقهم حتى في الحياة، ناهيك عن حقهم في حياة كريمة. بمناسبة هذا الوصف، يقولون إن السيسي الرئيس الإنسان كان قد أطلق هذا الشعار حياة كريمة على إحدى مبادراته، ولا نعلم إلى متى ستبقى في هذا الابتذال هذه المعاني الكريمة في حضرته، تماماً كما تبتذل الحقوق وتتحول إلى مادة للنكاية أو الردح في تعبير النشطاء على الرد الرسمي للقاهرة حول البيان الأممي الصادر عن حقوق الإنسان في مصر. الرد الأسطوري العظيم في رأي الكتائب الإلكترونية، وده طبعاً جاي في توقيت الضغوط فيه مستمرة لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية، في رأي داليا زيادة مدير مركز دراسات الديمقراطية. الديمقراطية جدا، لكن الحقيقة التي تجاهلتها الكتائب وزيادة إن الرد بتقول فيه مصر كده بالبلدي، بتلومونا ليه؟ انتم كمان بتعملوا زينا، يقول الإعلامي أيمن عزام، يعني بيمثل اعتراف ثبوتي بلسان الحكومة على نفسها بانتهاك الحقوق. ودي طريقة عملية لانتحار الدبلوماسية المصرية في دقيقة ونص، هكذا يرى النشط السياسي أحمد البقري محصلة الرد الرسمي على البيان، واللي بيأكد في رأيه إننا بقينا أضحوكة العالم. فالشيء الخطير في الرد من وجهة نظر الكاتب الصحفي وائل قنديل أن تنسحب حالة الهزال السياسي على الدبلوماسية المصرية العريقة، الدبلوماسية التي جرى ابتذالها كذلك في يوم أو في أسبوع الاحتفال بيوم الدبلوماسي، وبعد ساعات من إضاءة مبنى الخارجية المصرية بأضواء الاحتفال الباهرة، ليقدم وزير الخارجية شخصيا وفي اليوم نفسه صورة معتمة ومخجلة للدبلوماسية المصرية. نفى مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام قوة أمنية بقيادة مباحث شبين القناطر بالاعتداء على شاب ما أدى لوفاته، مؤكدا أن الشاب توفي بالسكتة القلبية دون أن يصدر بيان رسمي يعلن عن تفاصيل وملابسات هذه الواقعة. وكانت قرية منشأة الكرام التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية قد شهدت احتجاجات ليلية على مقتل الشاب محمد يوسف، مرددين هتافات ضد الداخلية ومؤكدين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة على إثر الاعتداء عليه من قبل قوة أمنية قبل أن يتلقى ضربات قاسية بكعب سلاح ضابط القوة ما أدى إلى مقتله. كما شهدت الليلة الغاضبة طرد مؤسس حركة تمرد النائب محمود بدر أثناء قيامه بمحاولة تهدئة المحتجين وفق المقاطع المصورة للاحتجاجات والتي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي طوال الساعات الماضية.